إذا أشرح لكم عدة خطوات، هاي الخطوات الهدف منها هي investigation، بحث وتحقيق عن الأوتبريك الوباء. هاي الخطوات عددهن 10، رح أشرحهن briefly باختصار. بدنا نعرف إنه العشر خطوات هذول هي زي سيستم، خطوة بتجر خطوة، ولكن بزبط إنه نفشك عن خطوة نمسكها من هان، مثلاً زي رقم 9 حكى prevention نقدر نسويها في أول خطوة. فأؤكد وأنوه إنه مش شرط إنه الترتيب، ولكن خطوة بتجر خطوة، فهسا إحنا رح نمشي عليهن بالترتيب، ورجاءً نتركزوا في الآخر لأنه في سؤال استنتاجي وعليه هدية بسيطة. تمام. أول خطوة اللي هي prepare for field work. كيف يعني إنه الواحد يحضر نفسه للفيلد وورك؟ أنا كإبيديميولوجيست أو الدكتور حمزة كعالم وعالم في المختص في علم الوبائي، لما بدي ينزل على الفيلد وورك في حال كان في وباء لازم يأخذ permission from his boss من المسؤولين، لازم يأخذ الوقاية من الأواعي، مثلا كورونا كانوا يلبسوا الدكاترة والإبيديميولوجيست لما بدي يجي يفحص اللباس الأبيض واقي كذا. فهاي هي عبارة عن شرح الخطوة الأولى prepare for field work، لازم يحضر نفسه. الخطوة الثانية establish the existence of an outbreak. كيف يعني؟ أنا بدي كإبيديميولوجيست أنا بدي أأكد وجود الوباء، فمش أي شخص بعطس عطسة إلا هو كورونا، مش كل شخص بسوي حاجة إلا هو إشي وباء. فزي ما بيحبوا أعطي الخبز الخباز ولو أقل نصه. فانا هنا انا العالم، انا المختص، انا اللي بحدد وجود انه في وباء ولا لا. فلو انا بدي اروح لدكتور مختص حكاني عندك كسر، انا بصدقه لانه مختص. هاي نقطه شرح النقطه. مش يعني كل خبر بسمعه في الراديو في الاعلام بالناس انه في والله وباء منتشر من خارج بكون اخبار كاذبه يعني. نعم صحيح، اتاكد انه الشيء صح، في وباء منتشر قبل ما هو منتشر. بالنسبه للخطوه الثالثه define and identify cases. cases اللي بمعنى cases. define and identify، أحدد وأعرف على الحالات اللي عندي. كيف يعني؟ زي ما حكى زميلي معتز إنه في نقطة تشمل two steps. أول واحد establish a case definition، أنا بدي أعرف الكيس تبعتي، أنا بدي أحط sign and symptoms هذا الوباء، أشوف كيف بنتشر كيف كذا، وأتعرف على كل كيس. الثانية identify and count cases، أنا بدي أعد برضو الكيسز. أنا كإبيديميولوجيست بهمني الإحصاء، بهمني أتعرف وأتعرف على الكيسز تبعيني. بالنسبة للخطوة الرابعة سهلة verify the diagnosis، أأكد على الدياجنوزيس تبعي. بالنسبة للخطوة الخامسة perform descriptive epidemiology، وإحنا بنعرف الdescriptive، وإحنا بنعرف إن الdescriptive عبارة عن ثلاث أسئلة when where who وهو وين وير وهو. فبدنا نضرب مثال زي ما بيحكوا يتضح المقال بمثال. فمثلا عندنا مقهى اسمه أميغوس جنب قطب، أكيد بتعرفوه. مثلا في ناس صارت بعد ما توكل من عنده، ما بدناش نضرب سمعته، ولكن لا 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 مثال برضو وجهة نظر. بدنا نضرب مثال انه في مقهى اكل مثلا الناس راحت عليه، بعد ما راحت عليه صارت ساين اند سيمتومز معينه. تمام. فهذا انا باخذ بعين الاعتبار الديسكريبتيف وين وهو وير. هسه بتيجي الخطوه اللي بعديها، زي ما حكيت لكم خطوه بتجر خطوه. الخطوه اللي بعديها ديفلوب هايبوثيسز، انا بفرض وبنشئ نظريه أو فرضية من الأحداث اللي صارت. على سبيل المثال هنا ضربنا مثال على مقهى، الناس راحت تأكل من عنده وبعد ما أكلت من عنده شفت إنه في حالات. فبسأل، فبجيب ناس وبسأل، وأنا بحط فرضية إنه في هذا المقهى في علامة استفهام question mark. الخطوة اللي بعديها evaluate hypothesis. شو معنى؟ يعني أنا بقيم الهايبوثيسيس تبعي، بشوف الهايبوثيسيس تبعي إذا صح أو لا. كيف؟ بجيب الناس او بجيب ناس ثانيين ما روحوش على المقهى، هل عندكم صار ساين اند سيمتومز، هل صار عندكم كذا، وبسال. فهاي الخطوه نوعا ما مهمه، راح تصادفكم في الحياه العمليه اكثر من في كثير مواقف. كيف يعني؟ يعني ايفالويت هايبوثيسز، انا بفرض نظريه وبعد ما فرضت النظريه هاي بدي اتاكد من صحتها. هذا شيء جدا مهم وراح نسال عليه مثال في نهايه
رح نسأل عليه سؤال في نهاية الديسكشن إن شاء الله وعليه جائزة. فركزوا هنا. As necessary, reconsider hypothesis and execute additional studies. على سبيل المثال epidemiologic study, مثلا أنا بروح على أبحاث على PubMed وكذا بالنسبة للوباء اللي طالع بشوف الأبحاث القديمة. Other types of studies, laboratory environmental, فأنا بأخذ studies بزيادة زي urine culture, blood test, stool test أو stool sample. بالنسبة للخطوة اللي قبل الأخيرة اللي حكينا إنها prevention, هاي prevention أنا بقدر أسويها في بداية steps of outbreak investigation. آخر خطوة اللي هي communicate findings, يعني هاي زي تحصيل حاصل النتائج اللي أنا جمعتها الإحصائية أنا بدي أظهرها للناس. أنا كإبيدوميولوجيست أصلاً أنا بدي هاي أشوف شو النتائج شو كذا, بعرضها على التلفزيون على وسائل التواصل الاجتماعي على الأبحاث, وهاي هي باعتبار خلاصة العشر خطوات for investigation للأوتبريك. فأي شخص خلاصة إني بريفلي أنا شرحت لكم زميلكم معتصم زحاكة عن عشرة خطوات أبحث فيها وأستقصي عن الأوتبريك الوباء اللي صار عندي. هسا اللهم صل وبارك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بيجي دكتور حمزة بيجي بحكي لي ماشي صوتك إذاعي جميل بحكي لي عمي أنا شفتك شرحك ممتاز ولكن لو بدنا تيجي تحكي لي شو السؤال اللي عليه هدية بحكي له أوكي. لو بدنا نيجي لزميلنا سعيد نضرب عليك مثال إذا سمحت بدنا نيجي نحكي لك إنه سعيد عنده صفتين رئيسيتين إنه دائما عنده sign and symptoms ودائما بروح على الدكتور بس مراجعة to check himself to check on يطمئن على نفسه. والصفة الثانية إنه مفلسف زيادة. فاللهم صل محمد عليه الصلاة والسلام. فزميلنا سعيد بروح غالبا عند الدكتور حمزة بروح يفحصه. في مرة من الأيام راح عند الدكتور حمزة وحكى له الدكتور حمزة عندك كورونا يا ولد. فزميلنا سعيد حكى بما إنه مفلسف حكى لا كلامك خاطئ. فسؤالي كالآتي, كيف الدكتور حمزة بده يثبت علميا انه زميلنا سعيد عنده كورونا مع العلم انه سوى له تيست وفحصه كان ممتاز وطريقه فحصه كانت صحيحه, ولكن زميلنا سعيد في اسئله اليو اس ام ال اي اند يو وورد بيجي بحكي لك ذا بيشنت دينايز البيشنت بنكر انه الدكتور فحصه صحيح. كيف بده يثبت له؟ هل حدا عنده فكره؟ الجائزة بجوز 5 باكيتات شيبس. فكروا شوي استنتاج. كحين كملاحظة احنا بدنا نشتغل على هاي النقطة. فضلي. مثل ما حكيت انه هو كان يعمل تيست عشان النتائج, فهو بيحكي انه بنكر انه الدكتور ما فحصوش منيح. فالدكتور بيجي بيقول له بلا انا عم طب نظريات معينه اللي انت